نجوم السلولر هو الاسم الجديد لظاهرة فنية تربوية والتي سمحت للوسط العربي في إسرائيل بعرض خبايا مواهبه الفنية والموسيقية. ومن يقف وراء هذه الظاهرة المهمة في الوسط العربي هو وطن القاسم ابن قرية الرامة الجليلية، وبطموحه وبعصميته استطاع بناء وتنفيذ هذا المشروع. أنا مدير القسم العربي في شركة لوجيا للاتصالات. لوجيا هي مجموعة شركات، خمس شركات اللي تشتغل في مجال المضامين الخليوية في البلاد، أكثر من 1,400,000 مواطن اللي للأسف محرومين من قناة تلفزيونية محلية اللي تنتج وتبث أعمالهم الفنية لهذا الجمهور الكبير. فبالتالي شركات السلولر مفروض أنها تلعب دور، هي ليست بديل للتلفزيون محلي، إنما في هذه المرحلة ممكن أن تكون تعطي منصة للفنانين، سواء كان في إنتاج أعمال، دعم من ناحية مادية مما يساعد على دعم نشر أعمال هذول الفنانين. ومن خلال موقعه كمديرا لقسم المضامين العربية للأجهزة الخليوية في شركة لوجيا للاتصالات، استطاع وطن القاسم بإنتاج عدد كبير من الكليبات لفنانين محليين، بالإضافة إلى فكرته بترسيخ الفن ودعمه عن طريق المهرجان السنوي للفنانين العرب العربيزيون. في إطار الإنتاجات الأخيرة قمنا بدعم عدة نجوم معروفين في الوسط العربي مثل زهير فرانسيس، ماهر حلبي، وأيضا فرق في مجال الهيب هوب، روك، موسيقى إلكتروني. لكن النجاح الكبير كان مع نجمة عرفزيون اللي حصلت على المرتبة الأولى في مهرجان عرفزيون 2007، ريهام. هقرب من روحي انت، هالكلمة يا ما قلتها وحفرتها أحفر في الغيمة. الفنانين في بلادنا بيعانوا من إحباط شديد لعدم وجود أي شركات إنتاج فني أو شركات اسطوانات لإنتاج أعمالهم وتوصيل أعمالهم للجمهور. فبالتالي في السنوات الأخيرة هناك نوع من التحرك عند شركات الاتصالات اللي بتدخل ملايين الشواقل كل سنة من هذا الجمهور. ممكن إنه هذه الشركات بترجع قسم من هذه المدخولات اللي تقدر بملايين الشواقل، اللي بترجع قسم منها للوسط عن طريق إنتاج ودعم فنانين اللي بخرجوا من الوسط العربي. الإحباط الفني الذي خيم على الوسط العربي في السنوات الأخيرة يبدو وكأنه يستيقظ لمرحلة جديدة من إحياء ودعم الفن والموسيقى العربية، وربما توصل هذه المرحلة إلى تعاون فني دولي بين فناني عرب إسرائيل وفنانين الدول العربية. حكي الناس لا بينتهي ولا بيخلص من الأسف.